فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من المستحب شرعا أن كل ليلة بين صلاة المغرب والعشاء الإنسان يصلي صلاة يسمى بصلاة الغفيلة ركعتان، وإنما تسمى بصلاة الغفيلة لغفلة الناس عن فضلها وعن الأخطار في هذه الساعة. في الحديث أن الشيطان ينشر جنوده، لأن الشيطان جنود كما للرحمن جنود. الشيطان ينشر جنوده كل ليلة بين المغرب والعشاء، صلي صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب الشيطان ينشر جنوده. ماذا يصنع جنوده؟ جنود الشيطان الله العالم كم واحد، مليون، مليار، أكثر من مليار، لأن بعدد كل إنسان شيطان أكبر. الآن أنتم كم إنسان قاعدين هنا؟ 100 إنسان، 100 شيطان الآن أكو هنا ويسمعون كلامي أيضا، كما أنهم 100 ملائكة الآن هنا موجودين. الآن أنت وأنا معي ملك ومعي شيطان. إذا فكرت أقوم منها أروح إلى السينما، هذا الشيطان ألقى في قلبك هذه الكلمة. إذا فكرت أقوم منها أروح إلى البيت وأصلي ركعتين، مستحب شرع الإنسان وقت النوم يصلي ركعتين شكرا لله وينام. الرسول كان يعمل هذا العمل صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فكرت في هذا الشيء الملك ألقاه في قلبك. لكل إنسان شيطان ولكل إنسان ملك، مو ملك، أكثر من ملك. أكو في الحديث ملكان هنا قاعدين، واحد هنا واحد هنا، هنا يسمى الشدق، هنا شدق وهنا شدق، على الشدقين ملكان. الآن اللي أتكلم ملكان هنا وهنا، هذين الملكين أي كلمة تكلمتها يلتقطوها، يلتقطوها مسجل أذهب. سابقا قبل ما يطلع المسجل احنا كنا نصدق كفر الجهاز يسجل، ما كنا نصدق هذا الشيء ابدا. لاول مرة قبل 30 سنة كان جاي الى كربلاء فرد واحد من ملوك الهند اسمه راجا محمود اباد، راجا محمود اباد هذا كان جاي الى كربلاء. هو رجل مثقف جدا وخريج كمبورج وملك في نفس الوقت، ملك على مقاطعة في الهند، نفوس أتباعها 10 ملايين كان، لكن كان رجلا طيبا مواليا مصليا صائما وكان جدا طيب. هذا راجا محمود أباد، نحن رحنا إلى زيارته ويا الوالد الله يرحمه. وراجا أيضا توفي الله يرحمه قبل كم سنة في لندن، توفي قبل سنتين تقريبا. هو على أنه ملك وعلى أنه رفيع الثقافة جدا، يعرف اللغة الفارسية والعربية والهندية والعجمية والكردية والما أدري إنجليزية والفرنسية، لغات يعرف، فاضل. عند مكتبة في الهند 80,000 كتاب عنده في مكتبته، وصنع مكتبة في كربلاء وما يقارب 5,000 كتاب، لأن هو من هذا النوع، النوع المثقف المتدين الملك له شخصية. قسم من الناس يصورون إذا إنسان صار مثقف لازم يعني لا يترك الدين الإسلام والعقيدة أبدا، هذا فرد معتقد وملتزم بكل شيء. واقع شيء عجيب كان هذا الرجل الله يرحمه، كان صديقنا أيضا سيدا يعرفه، كان صديق السيد أيضا صديق العلماء، كانوا من هالنوع. ذهبنا إلى زيارته 30 خادم شخصي إلي
له 30 خادم شخص، أحد الخدام لحذاء فقط، أحد الخدام لجدو فقط كان يدخن، أحد الخدام لملابسه، بيت ممتلئ خدم يوم الليل. ذهبنا إلى زيارته، شاهدنا في كلمة، احنا رحنا إلى زيارته، هو رد علينا الزيارة جماعة كلام الملك والشيطان، ها ولو أننا كنا في الآية المباركة وانجر الكلام بنا إلى هذا الشيء. فرد يوم هو يطلع شخصية، هو كل شخصية، لكن شخصية متواضعة متدينة. الإنسان إذا زاد فلوسه لازم يزيد تواضعه، متكبر. إذا زاد منصبه لازم يزيد تواضعه، وعلى هذا المعد. جماعة راحوا إلى زيارته وهو غير موجود. العشرة 20 كانوا رايحين إلى زيارته، هو مو موجود في البيت. رجع رحب بهؤلاء، بعد ذلك قال أني أريد أن الإخوان في يوم مبحث كان كلامهم في يوم موضوع تكلموا في غيابي، لكن اليوم هذا الشيء في كربلاء مو مسبوق أبدا، ولا أول مرة نحن سمعنا هذا الموضوع لهذه القصة. قالوا شلون؟ قال كفر الجهاز، هو قلت خريج لندن وكم خريج كمبورج وشخصية، قال كفر الجهاز، هذا الجهاز يسجل كلام الناس. شلون يصير؟ قال لهم قلت روح من الهواء، قال لعكوا هذا الشيء، وأنا خليت الجهاز مفتوح حتى أستمع إلى ما تقولون وما يقول الأصدقاء. هو ببساطته يعني مو بقصد التجسس وما أشبه، لا لا، شوف جماعة خيرين جايين ولبالي متكلمين كلمات طيبة. فتح الجهاز أمامهم، هم شايفين هذا الشيء ومو مسبوقين بهذا الشيء. فتح الجهاز أمامهم، فرد واحد في الجهاز ينقل كلام، وتدري على أن المسجل الآن كلكم تعلمون بنبرة الصوت يرد الكلام ويرجع الكلام. فرد واحد منهم كان قايل على أنه هذا هندي حمار، يا فتاح يا رزق، هو واحد منهم كان قايل. الواحد الثاني كان قايل إيه حمار، خلي كابين طلع منها عجيل، هذا حكي عمي حمار، ما شايفين حمار، ما شايفين حمار، تفارب شايفين قط. ومتكلمين هؤلاء الأشخاص على هذا الرجل وفي بيته وعلى فراشه ويتوقعون مائدته. هذول لما فتح هذول كلهم دنقوا رؤوسهم. في القرآن الحكيم المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ينكسون رؤوسهم من الخجل. شو يقولوا؟ لأن الله مطلع المسجلة مع حلقك وحلقي ينفتح، ومو بس مسجلة، وحتى الصورة الصوتية وحتى الصورة التلفزيونية موجود، ماكو إنكار. خلاص ملكان هنا وهناك في الحديث على الشدقين، والملك جسم خفيف، يصور ملك فرش ثقيل مثل الموج. الآن هذه الغرفة ممتلئة بالأمواج الصوتية، لكن هل الأمواج الصوتية شيء ثقيل؟ أبدا. الآن المكان ممتلئ بالنور، هل النور شيء ثقيل؟ أبدا. الملائكة خلق من النور، جسم خفيف لا أكثر ولا أقل. انت نايم، انت قاعد، انت ماشي، انت بالدكان، انت تقول سبحان الله، انت تلعب، انت تسيب، انت تمدح، انت تفشر، ملكان هنا مسجل. الامام امير المؤمنين يقول لا يزيدون باطلا ولا ينقصون حقا، لا يزيدون ولا ينقصون ملكان. اقول الحديث ان هنالك ملك اخر ايضا موكل بالحلق، هذا الحلق ملك ثالث اكون موكل به، هنا قاعد أيضا. هذا الملك شأنه أن لا يدخل حيوان في حلقك وفي حلقي. نحن هسه هنا في الكويت، يعني في هنا في بني دلقار أو ما أشبه، في بيوت عامرة جاهزة، لا حية لا عقرة لا أبو براس لا هالأشياء ماكو. أما هذا اللي في الدوحة نفس الشيء، هذا اللي في العشيشة نفس الشيء،
إذا اللي في الصحارى نفس الشيء أبدا، ممتلئ الأجواء بالحيات، عقارب، روتيلا، بريس، هذه الدابة أم الأربعة والأربعين، ما أدري شايفيها هي وما شايفيها، مثل القطار هالشكل تمشي، تصويرة موجود في أو 77، هو 44 رجل عندي مو 77 لكن مشهور 77. هذين الحيوانات ممتلئة بالصحارى بالخيام بكل مكان، هذين ليش ما يدخلون حلقك وحلقي تتنفس بالليل؟ أغلب الناس وقت اللي ينامون يفتحون حلقهم، ومستحب شرعا هذا الشيء أيضا، اقسم حلقك في وقت المنام افتحه، لأنه في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر على قرية فرأى وجوههم مصفرة وأسنانهم خربة، قال يا روح الله ماذا نصنع؟ هل وجوهنا هالشكل؟ حلوقنا هالشكل؟ قال أنتم في وقت نومكم تسدون أفواهكم؟ قالوا نعم. قال هذا من هذا، لأن الأبخرة تتجمع في الحلق وتتصاعد إلى المخ وتسبب الاصفرار للوجه وتسبب الخراب للأسنان، قال افتحوا حلوقكم وقت النوم، ففتحوا حلوقهم بعد مدة زال عنهم المرض. حديثكم وطبيا الطب يؤيد هذا الشيء أيضا، فمن المستحب أن الإنسان وقت اللي ينام يفتح حلقه، لأنه حتى يتنفس بهدوء، إلا في مكان كلش بارد لا هذا مو زين، لازم في المكان اللي كلش بارد تتنفس ويا حلقك، لأن الهواء البارد رأسا يدخل في رأتك ويؤذي رأتك، وإنما تنفس بخشمك. الناس الذين في الصحارى والأرياف والخيام وحتى البيوت القديمة في الشرق وينامون، وحيوانات أكو، إيش ما يدخلون حلوق الناس؟ سامعين فرد واحد فرد حية داخل الحلقة، أو فرد عقرب، أو فرد أبو غريس، أو دويبة 77 أو 44، لا، أكو في الحديث أن لله تعالى ملك خاص موكل بهذا الشيء، ما يخلي يدخل حيوان في حلقك ولا حلق، أما في عينك ما يدخل شيء واضح، لأن تغمض عينك، أما في خشمك ما يدخلهم شيء واضح، لأن خشمك مليء بالشعيرات الصغيرة، فما أكو فيهم ماء. إيش عدد في أذنك ما يدخل حيوان؟ من حكمة الله تعالى أن جعل في أذن الإنسان ماء مر. هلا شوية من أذنك، شوية ذوق منه، وادخل بعدين. مر. أي حيوان أول ما يريد يدخل الأذن يواجهه هذا السلاح، سلاح الماء المر، ما يخليه يدخل، فأذنك مفتوح ما يندخل، أما حلقك مو بما يمر، لأن إذا كان في حلقك ما يمر كان يفسد عليك الطعام، فما يلازم حلو، إذا ما هو حلو لماذا لا يدخله الحيوان؟ في الحديث أكو أن الله موكل بكل إنسان ملك، هذا الملك على حلقك وحلقي، هذا الملك ما يخلي يدخل في حلقك وحلقي حيوان. كم ملك صار؟ هنا ملك، هنا ملك على الشدقين، هذين مال الكلام، وملك لا يدخل الحيوان في حلقك وفي حلقي، ملكان هنا هنا وهنا، الآية اللي قرأناها إذ يتلقى المتلقيان، المتلقيان يعني يتلقى هذا الملك وهذا الملك، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعدين واحد هنا واحد هنا. أحد علمائنا ألف كتاب، والكتاب جدا جميل وفي المكتبة موجود، وأن يوصل الشباب بمطالعة هذا الكتاب، هذا العالم اسمه الحاج النوري، الحاج محمد حسين النوري، الشيخ محمد حسين النوري قبل 80 سنة، اسم كتابه دار السلام. في هذا الكتاب يذكر أن الملائكة الموكلين بكل فرد فرد 26 ملك، يعني الآن وياي 26 ملك رسل من الله، وياك 26 ملك، ويا هذا 26 ملك، ويا هذا 26 ملك، 26 ملك أكو، وفرد الشيطان ماكو، وفي قلبك وقلبي مخفر أكل الشيطان ومخفر أكل الملائكة، هذا المخفر ما هنا، هذا حديث عن رسول الله
في يذكره جامع السعادات، وفرد مرة حررنا الإخوان بأن يشتروا جامع السعادات ويطالعوا جامع السعادات، جدا كتاب جميل لأحد علمائنا الكبار اسمه النراقي رحمة الله عليه. في قلبك وقلبي لمتان مركزان للشرطة، مركز شرطة مال الله الملائكة، مركز شرطة مال الشيطان. المركز مال الشرطة الشيطان يقول لك اغتب الناس، اهن الناس، سب الناس، سوي العادة السرية، لتصلي، للصوم، انظر الى بنات الناس، اتسلق على بيوت الناس، اسرق من الناس. هل اشياء مركز الشرطة مال الشيطان يقول لك ولي. مركز الشرطة مال الله وهم منه الملائكة يقولون لك صدق، كن صادقا وفيا، غمض عينك، غمض اذنك عن الغناء. الغناء ما يجوز شرعا قطعا، ويجب ان تعلم الغناء لا يجوز، والنظر الى الصورة التلفزيونية ايضا لا يجوز، صور النسائية العارية وما اشبه ايضا هذا غير جائز. كل شيء من الشر الشيطان يحيي الى قلبك، كل شيء من الخير الملائكة يحيي الى قلبك. وما بس مو الشيطان يحيي الى قلبك، اكو الحديث عن رسول الله، واما الشيطان ليجري من احدكم مجرى الدم. يهو منكم قارئ الدورة الدموية في بدن الانسان؟ دورتان دمويتان، دورة صغرى ودورة كبرى. الدورة الكبرى كل البدن، الدورة الصغرى من القلب الى الرأس ومن الرأس الى القلب، هالمسافة الصغيرة هذه دورة، ودورة في كل الجسم. الشيطان على طول الخط يجري في بدنك مثل الدم يجري، وان الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم. جسم خفيف مثل الهواء مثل النور هذا، بس انه جسم خفيف يوحي بالشقاء. الملائكة جسم خفيف يوحي بماذا؟ بالخير. ميكروبات شلون؟ الميكروبات حيوانات حية، اكو ميكروبات تدافع واكو ميكروبات تهاجم. هؤلاء الاشخاص الذين يمرضون شلون يمرضون؟ هؤلاء فرد ميكروب اجنبي يدخل في بدنهم، هذا الميكروب الاجنبي لما يدخل في بدنك وبدني والعياذ بالله، اكو في داخل بدنك وبدني ايضا حيوانات صغيرة ميكروبات، هذه الميكروبات تحارب. افرض انه رادوا يدشون من الحدود اعداء، اكو جيش بخفر السواحل وما ادري كذا، هذول يحاربون، هؤلاء يدافعون، هؤلاء يحاربون. وعلى هذا المعدل، هذا ما يسمى في اللسان العلمي ويقين قراتهم في كتب المدرسة المناعة الجسمية، المقاومة الجسمية، هذا معنى هذا هو. يعني في داخلك وداخلي اكو جيش، الله خلق جيش. مثل الأطباء كم عدد هذا الجيش؟ مليار جيش، مليون جيش، مليارات جيش، هذا الجيش يحارب وهذا الجيش يدافع. لكن من أغرب الأمور أن السرطان الذي لم يرى له علاج سره هذا الموضوع. السرطان وقت اللي يدخل الحدود الجسدية للإنسان، المناعة الجسمية لا يمتنع، يعني يقول تفضل، حرامي يقول تفضل. شايف فرد واحد الى بيته يريد يدش حرامي، او في الحدود يريد الجيش يدخل، جيش المهاجم، جيش المحارب، جيش الاعداء، الجيش اللي في الداخل يقول فضلوا فضلوا، سرطان هالشكل. ولهذا لم يجدوا الى اليوم له علاجا، لان نفس هذا الشيء الذي كان من المقرر ان يحارب العدو يصادق العدو، يصادقه يا يسلم عليك تفضل تفضل تفضل، يفتح الطريق أمامه والمجال أمامه حتى يدخل في بدن الإنسان هذا السرطان الذي يودي بحياة الإنسان. شاهدنا كما أنه هذا الشيء اكتشف أن في داخل كل إنسان مناعة وجيش محارب وجيش مهاجم. قبل 50 سنة لو كنت تقول لأطباء هذا الحشي يضحكون على عقلك، يقولوا ودوا مستشفى الأعصاب، شنو الجيش في داخلك؟ شنو الجيش في داخلي؟ شنو يحارب؟ شنو يدافع؟ ماكو هذا الشيء. اما بعد ذلك تبين، واذا عجيب
وكل جيش له لون عجيب. هذا الآن شوف مثلا في الكويت أكو شرط، أكو جنود، أكو شرطة اللي يقفون على باب بيت الأمير، لون خاص، حرس خاص، كل واحد شلون لون، لون خاص في داخل الإنسان بهالشكل. جيش السرطان فرد لون، جيش التيفويد فرد لون، جيش الكوليرا فرد لون، جيش الكذا فرد لون، كل واحد جيش فرد لون له، وكل واحد له محارب ومعادي. احيانا شايفين، ولو خرجنا عن المبحث وان نكتفي ان شاء الله بهذه المباحث الليلة حتى الآية المباركة نتكلم حولها في ليلة ثانية، شايف على انه هنا احيانا يوجعك، يصير شنو مثل البندقية شوية هنا، هنا مثلا شوف، او هنا مثلا، او في يدك يشوف على انه يصير مثل شنو، مثل البندقيات الصغار. هذا خنجر على الاصطلاح، سبير، لانه لما الجيش هذا العدو يريد يدخل هذا الجيش يحصن مواقعه ويركز سبيرات اطراف هذا المكان حتى اللي يدخل. اذا دخل يودي وين؟ شوية ابعد منه، مثلا صار هنا يخليه هنا، بعدين صار اكبر يودي هنا سبيراته، سبير سبير مكانات الجيش يوديها شوية ابعد، وعلى هذا المعدل حتى ما يتمكن من المقاومة ينسحب عن الميدان. الطبيب ماذا يصنع؟ والدواء ماذا يصنع؟ الدواء يقوي الجيش الداخلي، هذا هو شأنه. يعني افرض 20 واحد هاجموا الكويت، 20 واحد راحوا امامهم ما تمكنوا يقاوموا، الدواء يأتي سلاح بندقية لهذا الجيش اللي في الداخل حتى يقوم، يقوم ويحارب. والدواء الثاني والدواء الثالث، فرد يوم من الجيش اللي في داخلك وداخل يقولون احنا عاجزين ما نتمكن نحارب هذا الشيء، يودوا الى الأشعة العميقة، والأشعة العميقة يقول له عميتي بعد 4 ايام انا لله وانا اليه راجعون، لان الجيش المدافع ما يتمكن من الدفاع لا اكثر ولا اقل من هذا. ولذا في الآية المباركة واذا مرضتوا فهو يشفي، مو الدكتور، دكتور سبب، الدواء سبب، اما الشفاء من الله. وسابقا دكاترتنا انا كنت شايفهم قبل 40 سنة سيفهم شايف، كانوا معممين هالشكل امامهم، ويجي في المسجد يصلي مثل دكتور شعبان، لكن هسه قليل دكاتره يجون المساجد يصلون. وأول راكت اللي يكتبون الوصفة يكتبون فوقه بسم الله الرحمن الرحيم، ويكتبون فوقه هو الشافي، يعني الله الشافي، هذا هو لا أكثر ولا أقل. وإلى الآن قسم من الأطباء في الهند المتدينين هذه الأسلوب، أما الآن إذا يكتبون راكته، إذا كتب فوقه مثلا دكتور شعبان كان دكتور متدين وراد يكتب فوقه هو الشافي، يضحكون عليه، صار رجعي وصار متأخر وما يفهم. أنا أذكر في كربلاء كان عندنا دكتور اسمه جابر، ممكن السيد يذكره، هذا رجل متدين كان، هذا الدكتور طيب كان، راح للحج في الراشد ماله أول يكتب دكتور جابر، اسمه جابر كان، كتب شنو؟ الحاج، الدكتور الحاج جابر. كربلاء اشتهر هاي دكتور رجع حاج، حاج شنو؟ شنو مو حاج؟ اذا حاج زين، اذا حاج يعني منك ومني، يعني من بلدك وبلدي، يعني متدينا مثلك ومثلي، اذا مو حاج هذا مو صحيح. الله سبحانه وتعالى اذا اعطى لانسان مالا يجب عليه الحج ولو عمره 16 سنة، بس من الناس يقولون احنا شباب مو علينا الحج. البنت عمرها 10 سنوات بلغت الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، كل الواجبات ثبت عليها، ايش كثر العمر؟ اذا كملت 9 ودخلت في 10، الولد شنو علامة بلوغه؟ لا حياة في الدين. العلامة الاولى الماني، يخرج منهم ماني ولا عمر 12 سنة، يصير. العلامة الثانية شعور خشنة، شعر على موضع البول، أطراف المحل البولي، شعور خشنة، هذا بلغ هذا الولد. إذا لا هذا أكو ولا هذا أكو،
عمره 15 سنة كاملة ودخلت في 16. هذا صار ولدا بالغا شرعا وله كل الأحكام. وإذا سمعت ذات يوم في بلد إسلامي القانون يقول البلوغ 18 سنة، لازم هذا الكتاب القانوني تشيله، هذا البحر يمكم واسع تقط بالبحر، لأن قانون في قلقة قبال قانون الله، لازم نقط في البحر في أمان الله. وهالقوانين المزيفة جاءت إلى بلاد الإسلام اللي كبلت المسلمين، وإسرائيل يدق فيهم وما يتمكنون من شيء، لأن قوانين مزيفة. ولد عمره ايش كثر بلوغ؟ احتلام المني، الشعر الخشن، إذا هذا ولا هذا موجود يأتي الثالث وهو عمر 15 سنة كمولد ودخل في 16. الفتاة شنو علامة بلوغها؟ 9 سنوات تكمل وتدخل في 10. هذا هو علامة أنها بلغت بلوغا شرعيا، وكل الأحكام الإسلامية من صلاة وصوم. الفتاة الصغيرة تكونها صغيرة، شنو صغيرة؟ ما يجوز تنظر إليها إذا صار عمرها 10 سنوات خلص بها، وهي لا يجوز أن تنظر إليك. يقول عاتي جاهلة، شنو جاهلة؟ فتاة بالغة انتهى كل شيء. أما زواجها يحتاج إلى الرشد. رشد يعني شنو؟ يعني جسمها أيضا رشيد، أو عقلها أيضا رشيد. الرشيد هم مو يعني لازم كلش طويلة، وإنما معنى الرشد يعني لها قابلية إدارة الزوج، كما أن له قابلية إدارة الزوج. هذاكم نصف أصدقائنا الكويتيين، أنا سأل منهم فأقول لك نصف مبالغة بطبيعة الحال، يعني عدد كثير منهم لعله 50-60 يقولون احنا تزوجنا زوجاتنا 13 عمرهن، 13 عمر الزوجة، 12 عمر الزوجة، 14 عمر الزوجة كانوا يتزوجونها، خلاص أباهم كانوا يزوجون. أما الولد اسأل من آبائكم، 16 سنة عمره 17 سنة عمره كانوا يزوجوا، انتهى كل شيء قانونا إسلاميا. وأما القانون الذي يقول عمره 18 سنة و20 سنة، في أي بلد إسلامي شيل هذا الكتاب القانون وقط في البحر ولا تعتقد به. كان كلامنا في شنو؟ كان كلامنا في أنه في كل إنسان جيشان، جيش من الملك وجيش من الشيطان، والملائكة يحصي عليك وعلي كل صغيرة أو كبيرة، أي ذنب أي طاعة أي حسن أي قبيح، حتى التفكير مالك يسجلوه. تفكير يسجل، التفكير يسجل، نعم التفكير، حتى التفكير حتى قاعد هنا وتفكر في أنه تروح تصلي، هذا مسجل لك. قاعد هنا وتفكر في أنه تروح والعياذ بالله تجل العادة السرية، هم مسجل. ويأتي يوم تخجل وأخجل، يعني يأتي يوم، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فرد واحد من أصدقائنا كان رايح إلى لندن لمعالجة، يقول قاعدني أمام التلفزيون، تلفزيون خاص بالعلاج، يقول شفت كل ما في داخل أحشاء في التلفزيون، القلب يشتغل هالشكل هالشكل، الرئة هالشكل تتحرك، الكبد، الكلية، الدم يصعد ينزل، الآن تشوف داخلي ما تشوف، أما خلف التلفزيون، تلفزيون صحي أمامي، كل شيء في داخلي ينكشف. يوم القيامة كل شيء في داخلك ينكشف أمام الرأي العام. أحسنت انكشف أمام الرأي العام. هذا مصلي، هذا صائم، هذا مصدق، هذا إنسان حسن، هذا كذا، هذا كذا. بالعكس والعياذ بالله عملت السيئات هم انكشف أمام الرأي العام، والرأي العام مو أشخاص ما يعرفوك. أكو في الحديث أن الله يحشر كل أحد مع أصدقائه، يحشره يعني يجيبونه معكم. هذا هو، حتى يقولون اوه هذا اللي كان يقول في الدنيا حسن وكما ويأمر الناس، اوه شوفوا أعماله، يحشرك معنا الشكل، يحشر كل إنسان مع أصدقائه.
ولهذا في دعاء الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: ولا تفرحني على رؤوس الأشهاد. أشهاد جمع شاهد، يعني تجيب لي لتفور يوم القيامة فرد مكان مظلم، لا لا مثل هنا مثل هنا. وأكثر من هنا العجيب في يوم القيامة، أنت الآن روح مثلا على البحر، باوع شوف الفيلك ما تشوف، أما يوم القيامة عينك مو تروح على فيلك، تروح على ألف فرسك. فبصرك اليوم حديد، حديد يعني هذا معنى، يعني فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بصرك يشوف إلى ألف فرسخ يشوف. فهذول أنت مثلا عاصي معصية والعياذ بالله، وإذا مليار ناس يضاوعون لك مثل الألعاب الكذائية كأس العالم. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.